ما هي آخر الاستعدادات للاحتفال بتعامد الشمس غدا على تمثال رمسيس الثاني بأبو سمبل؟ الحق قال الاستعدادات كانت جميله جدا، واهالي ابو سمبل هم نفسهم اكنه عيد ليهم هم، عيد قومي ليهم هم، وعيد زي الاعياد العاديه. الناس كلها مقدمه شكل جميل، الشوارع مستعده، التشجير جميل، الدهانات والموجوده جميله، الانارات جميله، لو عاملين الناس متبرعه بلوحات، البنرات ليها جميله. الطريق من المطار لغايه المعبد في قمة في الجمال، وقمة في الانتظام، وقمة في شكل نظافة غريبة، ما في تحس انها اكنهم ناس موظفينها بايديهم. نعم. روح جميلة جدا لاهل ابو سمبل، ويوم عندهم بقمة السعادة بيه. تمام، واحنا كل عاملينه عشان خاطر الناس السياح اللي يجوا يشوفوا بلد محترمة جميلة، ويتفرجوا على الآثار، ويشوف الروح الجميله اللي موجوده في ابو سمبل واهله. طب سياده اللواء، يعني تاثير مثل هذه الاحتفاليات على الترويج للسياحه المصريه خارجيه؟ هو النهارده على الحظ ان الدكتور خالد يعني موجه الدعوه ل 26 سفير ومستشار ثقافي من 17 دوله. دول تواجدوا النهارده، وفي اربع وزراء موجودين، وبعد ما وصلوا المطار حتى ما راحوش الفندق وطلعوا على المعابد، اتفرجوا على المعبد وكانوا منبهرين بجمال المعبد، وكانوا بيسالوا اسئله واستفسارات عن المعبد وعن الحاجه الجميله الموجوده فيه ورسومات والنقوش الموجوده فيه. وكانوا قاعدين مش عاوزين يمشوا، عاوزين يتفرجوا على الباقي، لدرجه ان احنا خدنا معاهم ريسك وهنرجع تاني عشان خاطر يزوروا المعبد. هم زاروا المعبد الكبير بتاع رمسيس الكبير، اللي هو هيزوروا بعد كده المعبد اللي هو الاصغر. تمام، وبعد كده هنشوف الصوت والضوء، وفي احتفاليه معاهم. نعم، بالتاكيد سياده اللواء هنتابع معكم هذه الاحتفاليه غدا. سياده اللواء احمد ابراهيم محافظ اسوان، شكرا جزيلا.